الكعك المعاني يعد من أشهر الحلويات التي تتميز بها مدينة معان في الأعياد، حيث توارثوها عبر الآباء والأجداد حتى يومنا هذا. المزيد في هذا التقرير. ارتبط اسمها بمدينة معان منذ ما يزيد عن 100 عام. إنها حلوى الكعك المعاني، تناقلها السكان عن طريق الآباء والأجداد وأصبحت لصيقة بتاريخ المدينة. أم أشرف اعتادت على إعداد الكعك حفاظا منها على قيمته التاريخية وكونه يشكل مصدر دخل لها. اللي بيميز الكعك المعاني إنه ما بينعمل لا في المخابز ولا في عجاني ولا شيء، بينعمل في اليد، صناعة منزلية يعني بتكون. والمواد الموجودة فيه اللي بتكون منها الكعك المعاني بتكون مواد طبيعية وبينحفظ لمدة طويلة، يعني لأنه المواد فيش فيها مواد حافظة، يعني كلها مواد طبيعية. بالنسبة للكعك المعاني مطلوب ومرغوب فيه يعني على جميع أبناء معان، سواء داخل معان برا معان أو حتى خارج الأردن كله، يعني مطلوب في دول الخليج، مطلوب في مصر، بس إحنا ما بنقدر نغطي السوق كامل لأنه قلة الإمكانيات المتوفرة إلنا. بالنسبة لكعك معان أكثر من 100 سنة، يمكن 150 يمكن 200 سنة كمان، يعني أنا عمري الآن 70 سنة، أنا أذكر من ابن 5 سنين، يعني 65 سنة أذكر سوات الكعك المعاني ومتداول الناس. التحضير والبس والعجن والتقطيع ثم الخبز هي مراحل إعداد حلوى الكعك المعاني، حيث يستغرق إعداده حوالي ساعتين من الزمن. الكعك المعاني يعد من الأطعمة المغذية الصحية التي تمد الجسم بالطاقة لاحتوائه على مكونات طبيعية بعيدة عن أي مواد حافظة. أحمد العجلوني، رؤيا.